مرحباً، هل أخبرتك أن لديك جسم رائع؟ لا لا لا، لم أقصده بتلك الطريقة. ما أحاول قوله إن جسمك عجيب. أخ، مرة أخرى خانني التعبير. سأضعه على النحو التالي: جسم الإنسان يقوم بمجموعة من الأشياء المذهلة والرائعة. تحقق منها معي. 1- البشر يضيئون حرفياً، رغم أنه أكثر وضوحاً في بعض قناديل البحر وغيرها من الكائنات البحرية، لكن كل كائن حي على هذا الكوكب ينبعث منه ضوء، نعم، بما في ذلك البشر. يسمى هذا التأثير الضوء الحيوي، لكن الفرق الوحيد في حالتنا يتمثل في عدم قدرتنا على رؤية هذا الضوء أبداً، لأنه أعتم بألف مرة مما يمكن للعين البشرية التقاطه بشكل طبيعي. لكن لو قمت بالنظر إلى شخص عبر كاميرا حساسة للغاية في غرفة مقاومة للضوء، فسترى هذا الضوء ويكون أكثر سطوعاً أثناء النهار وأكثر عتمة في الليل، ويأتي أكثر الضوء سطوعاً من الوجه. 2- لدينا أفضل الكاميرات، أقصد في داخلنا. أفضل كاميرا تمكن البشر من صنعها حتى الآن تحتوي على 200 ميجا بكسل تقريباً. إليك المفاجأة، لا تحتاجها لأن عينك أفضل منها. ما رأيك بجودة صورة من 576 ميجا بكسل؟ نعم، هذه مقدرة جودة رؤيتك. للأسف تتم طباعة تلك الصور في الجزء الخلفي من العين بدلاً من ورق يمكن وضعه في إطار. مع ذلك لا يزال أمام التقنية الكثير للحاق بالركب مع أعيننا. 3- جميعنا عداؤون لمسافات طويلة جزئياً. قلب الإنسان محرك صغير لكن قوي. في اليوم الواحد يضخ الدم بشكل فعال للغاية، لدرجة أنه يتحرك لمسافة تبلغ 19,000 كيلومتر تقريباً عبر كل وعاء دموي في جسمك. سيكون ذلك مثل الركض من الساحل إلى الساحل عبر القارة الأمريكية 4 مرات. ليس ذلك فحسب، لو كان بإمكاننا تمديد جميع أوعيتك الدموية في صف واحد، فإنك ستتوفى، لكن ستلتف الأوعية الدموية حول الأرض عدة مرات. 4- لديك شعر بقدر شعر الشمبانزي. لا أقصد إهانتك. لا يكمن الاختلاف بيننا وبين القردة في مقدار الشعر على الإطلاق، فالمقدار نفسه، لكن يكمن الفرق في الجودة، فنحن نستخدم منتجات شامبو أفضل، صحيح؟ كلا، يرتبط الأمر بالطريقة التي طورنا بها شعورنا، فقد احتجنا إلى التعرق بفعالية أكبر للتحكم في حرارة أجسامنا. الأمر الجيد الآخر حول شعرنا البشري الناعم والرقيق أنه أقل احتمالاً لإيواء طفيليات، كما أنه يمنحنا مظهراً أفضل، لذلك فإنه جيد من جميع النواحي. 5- أنت تسعل بسرعة الصوت تقريباً. رئتاك قادرتان على إخراج الهواء منهما بقوة شديدة، لدرجة أنه يتحرك بسرعة الصوت تقريباً. حسناً، ثلث سرعة الصوت، لكن لا تزال سرعة عالية، وينطبق هذا بصورة خاصة على السعال القوي الصادر من رئتين كبيرتين كهذا. يا إلهي، أحتاج إلى بعض الماء. تخيل لو كان أسرع قليلاً بحيث يخلق انفجاراً صوتي. حسناً، لا تحاول ذلك، فرئتاك تنظمان السرعة. 6- عندما تكون تحت الماء يعرف جسمك ذلك. هل من الممكن أن تكون الفقاعات السبب؟ كلا، يمتلك الجسم آلية خاصة للتعامل مع البيئة المائية تسمى منعكس الغوص، وتوجد هذه الآلية في جميع الثدييات تقريباً بما في ذلك البشر. يقوم هذا المنعكس بإعادة توزيع الأكسجين في جسمك من خلال توجيهه إلى قلبك ودماغك. في اللحظة التي تغوص فيها في الماء، يقوم جسمك تلقائياً بإبطاء معدل نبضات القلب وتقليص الأوعية الدموية وإطلاق خلايا الدم الحمراء المخزنة في الطحال، كما يتم تحفيز هذا المنعكس عند تبليل الوجه، خاصة فتحات الأنف، لكن لا يعمل عند تمرير يديك أو قدميك تحت الماء. وبالحديث عن هذا الموضوع، 7- هناك سبب لتجعد يديك وقدميك في الماء. قد يبدو كأمر مسلم به يحدث لجلدك عندما يكون مبللاً، لكن إليك حقيقة مفاجئة. الشخص الذي يعاني من أعصاب تالفة في الجلد لا تصبح أصابعه مجعدة في الماء. تبين أن هذه التجاعيد ردة فعل متعمدة من الماء ينتجها الجهاز العصبي. نحتاج إلى هذه التجاعيد للحصول على قبضة أفضل للأسطح المبللة، كما أثبتت التجارب ذلك أيضاً.
تمكن شخص مع أصابع مجعدة من جمع المزيد من الكرات الرخامية الصغيرة المبللة مقارنة بشخص مع يدين ناعمتين وجافتين. لقد وصلنا إلى منتصف القائمة، لكن لا تنسى أنه بإمكانك إضافة أمثلة من عندك حول حقائق جسم الإنسان المجنونة في التعليقات. حسناً، لنتحدث الآن عن أكبر خرافة. 8. انسى تماماً قاعدة نحن لا نستخدم سوى 10% من أدمغتنا. جاءت هذه الخرافة من أبحاث قديمة اقترحت أننا لا نستخدم الإمكانيات الكاملة للدماغ، لكن لم تذكر أي شيء عن هذه 10%. في الوقت الحالي نحن متيقنون من أن أدمغتنا نشطة دائماً، وأن كل منطقة وغدة فيها تعمل في جميع الأوقات حتى أثناء النوم. احكم بنفسك، لو لم تستخدم 90% من دماغك فلماذا يحتاج إلى 20% من طاقتك؟ لمجرد 10% من النشاط؟ لا أعتقد ذلك، لكن على الأرجح أنني أستخدم حوالي 10% فقط من دماغي الصباح يوم الاثنين. 9. هناك جزء من جسمك لا يصل إليه الدم أبداً. كل جزء في جسمك مرتبط بطريقة ما بإمدادات الدم، حيث تحضر العناصر المفيدة إليه وتبعد العناصر غير المرغوبة عنه، باستثناء جزء واحد، قرنية العين، وهي عبارة عن طبقات شفافة على الجانب الأمامي من عينك تعمل كعدسات ودروع للأجزاء الأكثر حساسية في الداخل. لا توجد أوعية دموية فيها لأنها تحصل على كل ما تحتاج إليه بفضل القنوات الدمعية والاتصال المباشر بالأكسجين في الهواء. لهذا السبب من المهم للغاية إبقاء عينيك رطيبتين والسماح لهما بالراحة كل فترة. 10. لا تتوقف أذناك وأنفك عن النمو. في سن 21 تقريباً تتوقف أجسامنا عن النمو، ومهما حاولت جاهداً أن تصبح نجماً مشهوراً في كرة السلة فإن مصيرك سيصبح محتوماً في 21. لكن لن يكون الأمر كذلك لو احتاج نجوم كرة السلة إلى آذان وأنوف كبيرة، لأن هذه الأجزاء تنمو طوال حياتك، ويحدث ذلك لأنها مصنوعة من الغضاريف. وعلى عكس العظام فإنه لا يمكن للغضاريف شفاء نفسها بشكل طبيعي، لكن تنمو أكثر لتغطي الجروح الصغيرة، إلى جانب حقيقة تأثير الجاذبية على الغضاريف بشكل أوضح من الأجزاء الأخرى من الجسم، مما يجعلها تنمو قليلاً كل سنة. 11. يتقلص دماغ المرأة أثناء الحمل، لكن هذا شيء جيد. نعم، يصبح أصغر قليلاً خلال هذه الفترة، لكن الأصغر لا يعني الأسوأ دائماً. هناك مناطق في الدماغ مسؤولة عن المشاعر والتواصل غير اللفظية. عندما تكون المرأة حامل، تمر هذه المناطق بعملية تجديد شاملة. يصبح حجمها أصغر لأنها تغير هيكلها لتصبح أكثر تركيزاً وفعالية وتوافقاً مع الهدف النهائي، ولادة الطفل. بشكل أساسي، هذا التقلص إشارة على التطور السريع للدماغ وليس العكس. 12. الأطفال لديهم عظام أكثر من الكبار. في حين يبلغ عدد العظام في الشخص البالغ 206، فإن المولود يمتلك 300. لا تكون عظامه متشكلة بالكامل أو ملتحمة معاً عند الولادة، ويكون معظمها مقسماً إلى أجزاء مختلفة لكن متصلاً بمادة أكثر مرونة، تلك الغضاريف التي تحدثت عنها قبل قليل. مع مرور الوقت ومع نمو الطفل تصبح العظام صلبة وتلتحم معاً. 13. نصف القوة في يدك تأتي من الخنصر. الإبهام الرائع ما يميزنا كبشر، وبدون السبابة والإصبع الأوسط ستصبح أيدينا عديمة الفائدة تقريباً، أليس كذلك؟ حسناً، لا تقلل من أهمية ذلك الخنصر الصغير المتدلي من الطرف الجانبي. يتحد إصبعك الصغير مع الإصبع الأوسط لتوفير القوة، وبدون الخنصر ستصبح قبضتك أضعف بكثير، كما يوفر التحكم في حركة المعصم بالكامل مثل عندما تعمل مع أداء. 14. الأسنان ليست بيضاء بطبيعتها. نعم، حضر نفسك لهذه الحقيقة. السن البشري مغطى بمادة فريدة تسمى المينا، وهي أكثر مادة صلبة يمكن لكائن حي امتلاكها. إنها أصلب من الفولاذ لكن لا تزال هشة للغاية، لذا لا تشطح بعيداً بأفكارك هنا. هناك نقطة مهمة أخرى حول مينا الأسنان، لونه ليس أبيض بل شفاف مع لمسة من اللون الأزرق، فاللون الذي نراه سببه الطبقة الثانية أسفل المينا،
العاج ذو اللون الأصفر. فقط لا تستخدم هذه المعلومة كذريعة لعدم الاعتناء بأسنانك، فالنظافة مهمة للغاية. لحظة، المينا شفاف مع لمسة من اللون الأزرق؟ بلوتوث؟ مجرد رأي. وفي الختام، إن كنت قد تعلمت شيئاً جديداً اليوم، فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق. وإليك بعض مقاطع الفيديو الأخرى التي ستحوز على إعجابك. قم بمجرد النقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن، وتذكر، ابقى على الجانب المشرق من الحياة.